بس ايه ده؟ هذه لحمه مع بهارات افغانيه. مليون مصريه اصلا والحكومه مصريه. والله؟ اه والله. الحكومه مصريه. حتى المطعم الصيني برضه موجود يا جماعه. ازاي اتعلمت العربي في السعوديه ولا ايه؟ طبعا انا مواليد السعوديه. مواليد السعوديه. هولندا من أكتر الدول الأوروبية الهادية جداً ونادراً ما تلاقي فيها زحمة، لكن المكان اللي هنروحه النهاردة كسر كل القواعد. أفغاني أفغاني بس. لماذا العراق في كل مكان؟ لماذا؟ دوافة 350 جنيه الكيلو واحد 350 جنيه ذهب والله. احنا حالياً رايحين أكبر سوق في أوروبا واقع على مساحة أكتر من 100,000 متر مربع، حوالي 16 قاعة، كل قاعة فيها ثقافات مختلفة، أكتر من 40 خلفية ثقافية حول العالم متجمعة في هذا المكان، كله جاي بيعرض خلفيته الثقافية من أكل وملابس وأثاث وغيره. أعطيني برتقال بالعصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معاكم محمد عيد بفيديو جديد من الأراضي الهولندية. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. طبعاً أجواء رمضان لازم نعيشها، بس عشان احنا في الغربة في هولندا لازم ندور على مكان نعيش فيه الأجواء اللي احنا بنعيشها في بلدنا. فاحنا النهارده في مكان انا بعتبره مكان جامع لاكثر من كتير جدا من الثقافات موجوده هنا. في كل حاجه، اكل موجود، عايز تشتري حاجه موجوده، ذهب موجود، كل حاجه هنشوفها مع بعض. فاول مكان هنخشه اسمه المحراب، هو فعلا محراب. يلا بينا نشوف المحراب ده فيه. قلنا على الله. طبعا في اغاني عربيه شغاله كده في الباك جراوند، في روح عربيه موجوده. ساحة الأكل يا جماعة اللي ورايا دي عبارة عن هي ساحة في النص فاضية، الساحة الفاضية دي حواليها مطاعم من كل دول العالم، الصين موجودة، أفغانستان موجودة، سوريا موجودة، المغرب موجودة، شفت أي مطعم مصري؟ بعد كده الناس بتيجي تاكل بقى هنا كده، كله بيتجمع في المنطقة دي وبياكل فيها. ده ينزل قبل الفطار يجوع الناس. طبعا ما فيش مكان في العالم يخلى ان لازم يكون في مطعم يمني، صح الكلام ده؟ اليمن مسيطرين في كل حته. سوري سوري. انتوا ايه؟ تحب المندي؟ ايه؟ تحب المدفون؟ تحب المضغ؟ عندكم كل حاجه؟ كل حاجه موجوده. انتوا ليه مسيطرين في كل حته كده؟ لا يا صاحبي، كلنا مع بعض. اليمن مسيطره في كل حته يا جماعه. خلينا ادوغك كل حاجه عشان تشوف وش هذا. المندي. المندي؟ حلو قوي. وده المدفون هنسميه برضو. طعم حلو قوي على فكره. برياني. يا عم خد انت دي اهو 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 اهو، اشهد يا زمن. اتفضل برضه هنا. خد يا حاج عشان خاطر مصر بس. اهل القرى. انتوا بقالكم قد ايه في السوق؟ من سنه وشويه. سنه وشويه. والسوق هنا بيفتح يومين فقط؟ يومين بس. سبت وحد بس؟ بس. بتعرفوا تعملوا مكسب سبت وحد بس؟ اه الحمد لله. والله؟ ماشي، بس انه الزحمه السبت والاحد تغطي على الاسبوع كامل ان شاء الله. زحمه السبت والاحد تغطي على الاسبوع كامل. طب بما ان احنا مصريين وكده، في حد سألني ليه انتوا مش مسيطرين هنا؟ احنا كمصريين ما عندناش مطعم مصري هنا. ما قولك في هذا؟ في طلب على فكره، في طلب كشري وطلب حاجات زي كده. في ناس بتطلب كشري؟ اه في. رجال الاعمال المصريين اللي عايشين في هولندا عايزين نفتح مطعم هنا، عايزين نغطي على الاهل اليمن. بدون اي كلام على راسنا. نحط بس نسر في النص. انا متجوز مصريه اصلا والحكومه مصريه. والله؟ اه والله. الحكومه مصريه. انا بحب اهل اليمن، بحب اكل اهل اليمن بصراحه. طيبين اهل اليمن طيبين. لما تشوف اهل اليمن كده بفرح بصراحه. زيك زيرو. ندعم اهل اليمن. الافغان برضو يا جماعه ثقافتهم في الاكل تحفه. المطعم ده افغاني ولا باكستاني؟ افغاني؟ بس ايه ده؟ هذه لحمه مع بهارات افغانيه. لحمه بهارات بس؟ ما فيهاش رز او لحمه عيش. مع بندوره وبهارات افغانيه. وبحطوا معاها حاد. بتحطوا معاها شطه. ايه رايك في الاكل الافغاني بحكم انك شغال معاهم؟ والله صلي خمس افغاني افغاني بس صلي خمس سنين شغال. خمس سنين شغال هنا. خمس سنين شغال هون. الاكل الافغاني لذيذ. حلو صح؟ شبيه للاكل العربي مع رز، لحم، كباب، كل شيء موجود. بس هم بيحطوا بهارات كثيره صح؟ بهاراتهم كثيره. ايوه بهاراتهم كثيره. ايه اكل، ايه اكتر اكله مخصصه او مشهوره عندهم؟ اكتر اكله مشهوره عندهم هي هاي الاكله. هي دي مع ال حلوه؟ مع الرز الافغاني. الرز الافغاني. هم هون كمان مشهورين بالخبز، بيعملوه طازه ورا هنا في الفرن جوه.
كباب عراقي، كباب عراقي. كباب عراقي مسيطر. لماذا العراق في كل مكان؟ لماذا؟ اكلنا طيب. ليه اكلكم طيب؟ اكلنا خاص يعني بصراحه، واكلنا كله طازج. أيوة. اللحوم طازه والخبز. انا كنت في تركيا والاكل العراقي فعلا حلو. صح. ايه بقى عندكم اكتر حاجه مشهوره هنا؟ اكتر مشهور اكل كباب. كباب. اي كباب وخبز العراق. اي كباب. اي مشاوي. مشاوي. في هولنديين بيجي يشتروا منكم؟ اي طبعا. والله؟ ايه اكتر حاجه حبوها الهولنديين في الاكل العراقي؟ الهولنديين بيحبون اكتر شيء دجاج، ولا اسم واحد اسمه ميكس يعني مختلط. دجاج ولحمه. مشكل دجاج ولحمه والكباب. واسمها المحشي عندنا اسمه ايه؟ محشي دولمه. دولمه. اي صح، الدولمه مشهور في العراق بس احنا ما عندنا والله. ما عندكوش كيف يعني؟ ما نبيع دولمه. ما فيش في محلنا. صعب. صعب. اي والله. بس الهولنديين ياكلوها صح؟ الدولمه ياكلونه. صح. بس احنا ما عندنا دولمه. رفيق لكم. والعيران شكله جميل جدا. اي عيران توزر. شنينه بالعراق يقولون. شنينه. ايوه شنينه بالعراق. شنينه يعني شنينة. لبن. انتوا عندكم كل حاجه، كل المصطلحات غريبه جدا. اي مصطلحات عراقي. مصطلحات دولمه. دولمه يعني محشي. شنينه يعني عيران. اهم حاجه القعده العراقيه. كيف هي؟ مرة نيم محمد. مرة نام فايزر. الله الله. بس كده، ده آخري في الهند يا جدعان. احنا يا جماعة بصراحة محتارين نجرب أنهي أكل. احنا جربنا الأكل العراقي، جربنا الأكل المغربي، جربنا الأكل السوري. الفلسطيني. وجربنا الفلسطيني، في الأفغاني لسه ما جربناهوش. أفغانستان. وفي الهندي، فاحنا محتارين هندي ولا افغانستاني؟ مش عايز هندي؟ خلاص يبقى افغانستاني. افغانستاني؟ يلا بينا على افغانستاني. اكشلي اي وان، اصلا انا عايزه طعامي كوري او صيني. اشمعنى؟ تمام، تعال ندور على صيني او كوري. يلا. اخواتنا الصينيين يا جماعه كاتبين على المحل هنا حلال، اكل حلال. اكل صيني. يمكن عشان اكل سمك بس. جمبري بس مع الفيجيتيريان. طبعا ما فيش مكان بيخلى من الاكل السوري يا جماعه. عايز الشاورما. أم هاي. مفيش كشري عندكم؟ السلام عليكم. من وين؟ فلسطين. طب يا عم بلدنا. ايه نظام القهوة هنا بقى؟ بتجيب الرملة؟ حط الرملة هنا وتسخن. تسخن على الكهرباء. سخن على الكهرباء. مش 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 فحم. لا لا كهرباء عادي. سخنات كهرباء. نار نار عادية. حلو. والرمل الموجود فوق الصاج. حلو. تمام. يتم تسخينه. ايه الفرق ما بينها وبين القهوة العادية؟ القهوة العربية الأصلية وهي القهوة الشامية. اللي يميزها يعني عن اللي يميزها عن الهيل. الهيل. اللي هو الوش يعني؟ طبعا. الهيل الأخضر. القسم ده كله في عباره عن خضار. هنا هتلاقي اغلب خضروات وفواكه العالم بسبب التنوع الثقافي الموجود في المكان. الزحمه اللي موجوده هنا يا جماعه خرافيه جدا، خصوصا الناس اللي مجمعه على حاجه رمضان. فواكه من كل العالم موجوده هنا. اسيوي افريقي كله. دومينيكا. فاكهه دي يا جماعه من دومينيكان. بس في روح هنا موجوده تحفه 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 تحفه. كل حاجه موجوده هنا، كل حاجه تعرف ليها هنا.
عامل ايه؟ يا حبيبي كيفك؟ والله تمام الحمد لله. انت منين الاول؟ والله من اريتريا يا حبيبي. اريتريا؟ بتحكي عربي؟ مواليد السعوديه يا حبيبي. مواليد السعوديه عشان كده. عشان كده. من اليمن؟ من اريتريا. اريتريا؟ الله. ازاي اتعلمت العربي في السعوديه ولا ايه؟ طبعا انا مواليد السعوديه. مواليد السعوديه. ان شاء الله. بالك قد ايه شغال هنا؟ أول أسبوع. أول أسبوع لسه طازة. لسه طازة. أعطيني برتقال بالعصير. أو قصب والله العظيم. وريني ثواني ثواني ثواني. قصب عبد اللذينة. قصب يا جدعان. جاب منين القصب ده؟ إنديا. إنديا إنديا. بصراحة الهنود عندهم كل حاجة. جوافة أكتر فاكهة فعلا وحشاني. هو إيجيبت. ريلي؟ Oh. From Egypt. It's from India. So we can take it free because we are from Egypt, right? How much? It's 950 kilo. Oh. It's مصري ببلاش. 9.5 يورو يعني كم كم بالمصري؟ سيبنا بالمصري. لا احسبها والنبي احسبها. 10 ب 300. لا 350 جنيه الكيلو. واحد 350 جنيه ذهب والله. ثروة دي. 5-4-5-0. بو مانجو نيرا ليه؟ برازيليا دي. برازيليا. هي هي مانجا مصر. هي مانجا مصر. بس بصراحة خفت أسأله بكام. أبو التركي مسلم زعبي. ها ما شاء الله. وزمان ألي زعبي. كي أوتشتن ألالم. نيرا لي بو أبي؟ نيرا لي؟ تونس. ها من تونس. اشترينا بلح يا جماعة. جوه السوق يا جماعة في حلاقين. متخيلين؟ كل حاجة في السوق ده. في كمية جنسيات مختلفة وكل جنسية بتيجي هنا وتعرض الثقافة بتاعتها. اللي ورايا ده يا جماعة كله عبارة عن مبنى فقط للذهب. بس هخش دلوقتي اهو. مبنى بس للذهب. محمود يا جماعه لاحظت حاجه حلوه قوي هنا في الموضوع ده. احنا دلوقتي جوه القاعه اللي هي بتاعه الذهب. الحريم هنا كله اتشغل. كل واحد راح على اشترى ذهب وسابوا العيال. بص ورانا كميه عربيات جمعوها بتاعه اطفال. جمعوهم وسابوهم الاطفال جواها. في عندي بخور عود النفيس. هو ده العود. كل عود. ايوه ده العود الخليجي. شم الناس. شم هذا شوي غالي يعني. العلبه دي كلها عباره عن عود طبيعي. 15 يورو. تحس انك مش في هولندا. التوب. كان الخليلي في مصر. جو والروح جميلة جدا جدا وفعلا مناسبة لرمضان. هذا ده التوب يعني ده التوب. هذا الخنجر. ده الخنجر. جميل جميل. جميل قوي 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 قوي. صور العود. في كتير يعني البخور مش بس يخرج يعني. تحب تدلع نفسك كذا. ده نام فان ذيس خنجر. خنجر. يا خنجر. دي ريحتها جدا جدا. هذول عندي العسل والله. الايس كريم ده اسمه الشرياخ يعني اللبن المجمد. بيعملوه الافغانيين بالطريقه دي وحرفيا ألذ ايس كريم دقته في حياتي. الرنجة الهولندي وما أدراك ما الرنجة الهولندي. ماكريل شكمبريا ماكريل. هارينج. هارينج. This is هارينج. هارينج from Norway. From Norway. Norway. Yeah, but this from Netherlands. This from Holland. Netherlands. This from Portugal, Spain. Spain. Smoked. Oak smoked. Oh. 450. 450 for one. 450 is 2 euro and this 15 euro for 1 kilo. For 1 kilo. Oh. سمك موسى يا جماعة. واو. الكابوريا يا جماعة بيبيعوا رجول الكابوريا بس. سوق جميل وفعلا يستحق الزيارة أكتر من مرة لو زرتم هولندا عشان فعلا مش هتعرف تخلصوا في يوم واحد من ضخامة المكان.
كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بصراحه كان فيديو لطيف خفيف كده عليا، وانا كانت وحشاني قوي الزحمه والروح دي، فكويس ان انا لقيتها هنا. رمضان كريم، سنه سعيده عليكم، وما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وكومنت على الفيسبوك عن ارائكم للفيديو، ولو انتم عايزين اي افكار تانية ممكن نعملها هنا في اوروبا سواء في رمضان او بعد رمضان، فما تنسوناش بالدعم يا جماعه، بيفرق جدا جدا معايا. مع السلامه.